الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلاً بيكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا ببساطة. البرنامج ببساطة مش هياخد أكتر من 5 دقايق، وهنحاول نتكلم فيه مرة عن سؤال أو مرة عن موضوع، وهنبتدي نفهم مع بعض. النهاردة بنعمة ربنا اخترت إن أول موضوع نتقابل فيه مع بعض هيكون عن الفرح، لأن إلهنا إله مفرح، والوصية بتقول افرحوا بالرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. بس عشان أنا واثق إن حضراتكم سمعتم كتير على موضوع الفرح، إحنا هنقدمه بصورة مختلفة شوية. يعني هنعمل سلسلة كده اسمها الناس دي ما بتعرفش تفرح. هقول تاني، الناس دي ما بتعرفش تفرح، وهنتكلم كل مرة من 3 لـ5 دقايق عن شخصية منهم، علشان أنا ممكن أكون من الشخصيات دي وحضرتك ممكن تكون من الشخصيات دي، فنتعلم إيه اللي بيخلينا ما نفرحش وإزاي بعد كده نتعلم نفرح. علشان وقتنا هبتدي النهاردة بأول شخصية مش ممكن تفرح. الشخصية اللي مش ممكن تفرح هي شخصية الإنسان الخاطي. على فكرة اللي أنا بقوله ده مش من كتب، اللي أنا بقوله ده من الحياة العملية اللي أنا شايفها، يعني اللي أنا شفته هو اللي أنا بقوله. مهما الخاطي كابر وقال إنه فرحان ومقضي حياته بالطول والعرض ومبسوط، هو بيكذب على نفسه، لأن الآية واضحة بتقول لا سلام يقول إلهي للأشرار. فطول ما الإنسان عايش في دايرة الشر مش ممكن يعرف يفرح. عايز أقول لكم حاجة، ممكن الإنسان في الشر يحصل على اللذة، وممكن الإنسان في الشر يحصل على السعادة، لكن الفرح الجواني مش ممكن. عشان كده عندنا 3 تعابير لازم نفهمه. اللذة مرتبطة بالجسد، يعني الابن الضال أنفق عيشته على الزواني، أكيد الزنا كان فيه لذة جسدية. يبقى أول حاجة إن في حاجة اسمها لذة، بس ده مش فرح. دي أول ما بتخلص اللذة الإنسان يرجع للفراغ الداخلي ويحس إنه قليل قوي، مهزوم قدام الشهوة وقدام الرغبة، مفيش إرادة وإرادة منحلة. تاني حاجة اسمها سعادة. سعادة يعني إيه؟ يعني في ناس حواليا حتى لو كانوا أصدقاء الشر، بنقضي وقت، بنسهر للصبح، بنلعب كذا أو نعمل كذا أو ندخن كذا، لكن أول ما الناس دي تمشي أرجع لوحدتي وفراغي. ففي حاجة اسمها سعادة، اسمها هابينس، مرتبطة بحاجة اسمها هابينينج، يعني حاجة حواليا بتحصل. وفي حاجة اسمها بليجر أو لذة، مرتبطة بأكلة حلوة أكلتها أو شهوة تممتها، مش هو ده الفرح. كل ده في الآخر خالص يقودك لفراغ. الفرح الحقيقي ما يعرفوش الإنسان الخاطي، وعلشان كده المدخل الأول للفرح هو حياة التوبة. ممكن حياة التوبة يبقى فيها دموع، بس مع الدموع في تعزية. علشان كده الابن الضال لما خرج من بيت أبوه لقى اللذة، أنفق كل عيشته على الزواني، ولقى الهابينس، كان ليه أصدقاء سوء كتير قوي، لكن معرفش الفرح إلا لما رجع لحضن أبوه. علشان كده أول إنسان مش ممكن يفرح الإنسان اللي عايش في الخطية مهما كابر ومهما قال. والحل الوحيد إن أنا أبتدي حياة التوبة. التوبة اللي الناس بتعايب علينا في كنيستنا إن إحنا دايما نتكلم عليها، هي المدخل الوحيد للفرح القلبي الحقيقي. مش مهم كل اللي فات من حياتي كان شكله إيه، لكن أنا عندي رجاء وثقة إن اللحظة اللي هقف فيها قدام ربنا وأقول له أخطيت يا رب، بحبك يا رب، سامحني يا رب، هيديني حاجتين: الغفران والفرح القلبي الذي لا يعرفه العالم. اسمحوا لنا بكرة نكمل مع بعض مع ناس تانية مش عارفة تفرح، لأن الغرض إزاي نعرف نفرح مع بعض. أشوفكم على خير بكرة.